هاشم السلمان ابن قرية عدلون الجنوبية شهيدا أمام السفارة الإيرانية، حدث فاصل في العلاقة بين حزب الله ومعارضيه، وهو بالتأكيد أكثر من مفصلي بالنسبة لحزب الانتماء اللبناني الذي فقد عموده الفقري. هاشم السلمان تم إعدامه لأنه هني اعتبروا إنه بدهم ينقوا العمود الفقري للحزب تبعنا، وحقيقة هاشم السلمان هو كان مثل أحمد الأسعد. هاشم السلمان مش بس كان قريب كتير لإلي، هاشم السلمان كان مع إنه كان بعده شاب وعمره 28 سنة، بس كان رجال، كان رجال بكل معنى الكلمة، يعني كان فارس، كان بضاي، كان شجاع، كان مقدام، وبنفس الوقت كان عنده أخلاق عالية، الناس كلها تحبه، وكان كتير نشيط بمجال اللي كان هو مسؤول عنه، مجال الطلاب، وكل الطلاب يلي بالانتماء اللبناني كانوا كتير معلقين فيه، وقد ما هو ناس تحبه يخليها فعلا تعشقه، صارت الحركة الطلابية بالانتماء اللبناني كتير صار لها نشاط وإلى توسع. هاو ما بيعطوا تهديدات، يعني كل الناس اللي هن قتلوهم ما بعتوا لهم رسائل تهديد، لأنه بالنهاية هذا اللي بيهدد هذا ما بيعمل شيء، يعني مثل ما الكلب اللي بعوي ما بيعض. فهاو للأسف الخبث والمكر والمستوى واصلين لإله، انه هاو ما بيبعتوا تهديد، هاو خلص بيخططوا بيبرمجوا وبينفذوا. فهني فعلا كان عندهم قرار بإعدام هاشم، وهذا القرار لقوه انه بالوقت المناسب انه ينفذوه. في ذروة الاحتقان السياسي بين قوى الرابع عشر من آذار وحزب الله، قتل هاشم وتعرض كل المشاركين لضرب مبرح، كما أظهرت الصور القليلة التي حصل عليها موقع الناو بعد أن منع التصوير بشكل كامل، إلا أن ردة الفعل على الجريمة اقتصرت على البيانات والإدانات. مش على قدر هذه الجريمة، بالتالي مطلوب أكثر من هيك بكتير، لأنه اليوم يعني نحن الشيء اللي عملناه بتظاهرة أمام السفارة الإيرانية، رحنا لأبعد شيء ممكن، ورحنا للمشكلة الأساسية الموجودة عندنا بالبلد. بالتالي هذا البلد ما ممكن يصير بلد، وما ممكن يصير في عندنا دولة لبنانية إذا بدها تضل هذه الدولة اللبنانية محكومة من حزب الله. اليوم بده يكون في وضوح بالموقف، وضوح بالقرار، ومشان هيك لازم حقيقة نتعلم من تجارب الماضي انه ما عود في مساومة مع حزب الله، ما نعود نفوت بقصة نشتري ونبيع معهم للجماعة، هذا كله عم بيكون على حق لبنان. يرد رئيس الانتماء على كل من سأل لماذا السفارة الإيرانية ولماذا المخاطرة بحياة الشباب، بالتأكيد على أنه لم يتوقع للحظة واحدة أن يكون الرد على تظاهراتهم بالرصاص الحي. ما كنا متصورين ابدا انه توصل قصة الرصاص، يعني بالتالي نحن مش اول مره نتعرض للضرب والخبيط وشبابنا بخبطوهم، يعني كذا مره بنشاطات عديده بنقوم فيها بصير في احتكاك بينه وبينه، انما القصه كانت دائما يعني تختصر على قصه عصي وضرب وبعض الامرار سكاكين. ما تخيلنا مرة انه ممكن توصل لقصة اعدام، يعني فعلا اعدام. فبالتالي هذا اللي صار لا ابدا ما كنا متخيلين انه صار، وهذا اللي بيقول انه نحن كنا عارفين هذا، انا بقول له عيب عليك تحكي هذا الحكي، عيب عليك، على القليلة بعده دمه لهاشم بعد ما 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 ما, ما برد، احترم دمه، احترم رسالته، احترم قناعاته هذا الشاب. وإذا أنت فزعان وقاعد ببيتك وبدك تقعد تنظر وتحكيني إنه ليش وما ليش، إيه ساعتها ما بقى تحكي سياسة، لأنه اليوم الحريات بالعالم كله سوا ما بتجي على صحن من فضة، بده يكون في ثمن الإنسان بده يكون مستعد يدفعه لحقيقة إنه يصير في مجتمع حر. دفن هاشم في بلدته الجنوبية، وبقي القاتل طليقاً
بالرغم من وجود شهود وبالرغم من أن القاتل كان مكشوف الوجه ومعروف الانتماء. الأجهزة الأمنية ستنا للأسف ما عندنا أجهزة أمنية لبنانية اليوم، الأجهزة الأمنية كلها هي بقبضة حزب الله، وأكبر إثبات على ذلك أنه تحقيق بمقتل الشهيد البطل هاشم السلمان، بتعرفي بإيد مين صار؟ صار بإيد مخفر الأوزاعي. مخفر، شقفة مخفر وين؟ بالأوزاعي، يعني بالضاحية الجنوبية. هذا هو المخفر، متعاون أول هنيك اللي مستلم التحقيق، وهو شو عم يطلب من الشباب الانتماء اللي كانوا بالمظاهرة، عم يطلب منهم ينزلوا على المخفر ليدلوا بإشاداتهم. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، شو هالمستوى اللي وصلنا له. فهذا بيدل انه في قرار رسمي من اول ما طلع هذا بيان الجيش السخيف، لانه ما بدي اقول شيء تاني، مش ما اقول شيء تاني، من اول ما طلع هذا بيان السخيف يلي غطى الجريمة اللي قام فيها حزب الله، لا حد يتهلا بإعطاء مسؤولية شقفة مخفر وين بالأوزاعي بالتحقيق، في قرار رسمي بتمييع التحقيق. يقول الأسعد إن المطلوب من المعارضين الشيعة أن يبادروا أكثر، وأن لا يبقى حراكهم محصورا في الفيسبوك، خصوصا وأن حزب الله أثبت عبر إعدام هاشم السلمان أن مشكلته ليست مع التكفيريين، إنما مع كل من لديه رأي مخالف.